راجل اتحدى ربنا سبحانه وتعالى وحط 5 أطفال في الزيت المغلي قدام أمهم، وكل ده عشان يشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل ايه، وعشان أمهم تعبده هو وما تعبدش رب العالمين والكون بأكمله، وكل ده عشان يقنعها ان مفيش إله في الدنيا دي كلها غيره. لكن طبعا الرد الصادم جاله في الحال. خليك معنا للنهاية عشان تعرف القصة بالكامل، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا على نشر المزيد، ويلا نبتدي القصة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كان في يوم من الأيام 6 صالحة بتعبد ربنا سبحانه وتعالى هي وجوزها، وكانوا عايشين في وقت فيه ملك ظالم ومفسد في الأرض، وكان بيدعي الألوهية وكان بيؤمر الناس كلها تعبده غصبا عنهم، وما كانش حد بيعرف يفلت من تحت إيد الملك الظالم ده. ولما عرف إن جوز الست دي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ومش بيعبده، أمر بقتله على طول من غير أي تردد. والست مراته في الوقت ده خافت تعلن هي كمان عن ان هي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان ما يقتلهاش زي ما قتل جوزها، وهي كانت خايفة على عيالها يكونوا ايتام من بعدها. والست دي كانت شغالة ممشطة لبنت الطاغية والظالم فرعون، او بمعنى اصح كده وواضح كانت شغلانتها عبارة عن ان هي بتسرح لبنت فرعون شعرها. وفي يوم من الايام وهي بتسرح لبنت فرعون، المشط وقع من ايدها، والست في الوقت ده اول ما نزلت توطي عشان تجي وقالت بسم الله الرحمن الرحيم، وبنت فرعون في الوقت ده سمعتها وهي بتسمي الله وسألتها معناه ايه اللي انت قلتيه، وقالت لها كمان انت قصدك على الله اللي هو ابويا. فردت الست دي على بنت فرعون وقالت لها ان انا بسمي بسم الله اللي هو ربك وربي ورب ابوكي واللي مفيش اله في الكون ده كله غيره. وبنت فرعون في الوقت ده غضبت وزعلت جدا من اللي الست دي قالته، وده طبعا عشان الست دي بتعبد حد تاني غير فرعون اللي هو ابوها، وطلعت على طول على فرعون وقالت له ان الست دي بتعبد حد تاني غيرك. وفرعون في الوقت ده غضب جدا هو كمان، وامر جنوده بان هم يستدعوا الست دي حالا، واول ما وقفت قدامه سألها مين هو ربك، والست ردت عليه في الوقت ده وقالت له ربي وربك هو الله. وطبعا فرعون في الوقت ده كان هيتجنن، وامر بحبسها وتعذيبها عشان تتراجع عن الكلام اللي هي بتقوله، وعشان كمان ما تعبدش حد غيره هو وبس. وفرعون اللي كان هيجنن اكتر من الست دي ان هي ثابتة على دينها ومستحيل رأيها يتغير، فامر جنوده بان هم يجيبوا اكبر صحن يكون مصنوع من النحاس، وامرهم في الوقت ده بان هم يملوا زيت ويولعوا عليه النار لحد ما يحمر من كتر درجة الحرارة والغليان، وبعدها على طول جاب الست دي ووقفها قدامه. وكان فرعون عارف ان اغلى حاجة عند الست دي هم اطفالها الخمسة، فأمر جنوده بأن هم يجيبوهم هم كمان. والست دي أول ما شافت عيالها طلعت تجري عليهم وتحضنهم واحد واحد، وأمر فرعون جنوده أن هم يجيبوا أكبر واحد فيهم ويرموه في الزيت المغلي. وأمه في الوقت ده كانت عمالة تصرخ وتعيط ومع ده كله وبرضه لسه متمسكة بدينها ومش راضية تتنزل عنه مهما حصل ومهما عمله. والطفل في الوقت ده أول ما اتحط في الزيت مات على طول من غير أي كلام. وبعدها فرعون راح طلب من الست تاني ان هي تكفر بالله وتعبده هو، لكن هي برضه رفضت، فامر جنوده بان هم يرموا الطفل التاني كمان في الزيت، لكن هي كانت مصممه برضه على دينها وثابته عليه، فامر برمي الطفل التالت والرابع كمان، والست برضه لسه مش راضيه تتنازل عن دينها. وكده ما عادش عندها حد عايش غير طفل واحد وبس، وهو كان اصغر طفل عندها، وكان الطفل ده لسه بيرضع. فمن جبروت فرعون الظالم امر جنوده بان هم يسحبوه منها ويرموه هو كمان في الزيت، لكن هي كانت متمسكه بيه جامد جدا ومش عاوزه تسيبه ليهم مهما حصل، وكانت عماله تصرخ وتعيط بصوت عالي. ويشاء القدر في الوقت ده وربنا سبحانه وتعالى يخلي الطفل ده ينطق ويقول لامه ان هي تثبت على دينها وما تتراجعش عنه، وان هي على حق، وان عذاب الدنيا اهون بكتير من عذاب الاخره. وبعدها الجنود سحبوه غصب عنها ورموه هو كمان في الزيت لحد ما مات. وبك
كده ما عادش باقي من ولادها كلهم غير العظم بتاعهم وبس. وهي في الوقت ده كانت عمالة تصرخ ومنهارة، وكانت تقدر تفلت من العذاب ده كله هي وولادها بكلمة كفر كانت هتقولها لفرعون. لكن الست دي كانت متمسكة على دينها زي اللي ماسك جمرة من النار. وبعدها فرعون الطاغية والظالم أمر برميها هي كمان في الزيت، لكنها طلبت منه طلب قبل ما يرميها، وهو ان هم يدفنوها مع أولادها الخمسة في قبر واحد. وبعدها الست دي غمضت عيونها واتحدفت في الزيت وماتت هي وأطفالها الخمسة، وده كله على ايد الطاغية والظالم فرعون. وراحت لربنا سبحانه وتعالى وهي متمسكة بالإيمان بيه لحد آخر لحظة في نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لأصحابه في يوم من الأيام إن هو شاف في ليلة الإسراء والمعراج النعيم اللي الست دي عايشة فيه هي وولادها الخمسة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمها في الآخرة كرم محد يقدر يتخيله. ودي كانت قصة الست اللي فرعون خلص على عيالها الخمسة قدام عينيها. وفي النهاية ربنا يثبتنا على طاعته ويبعدنا عن المعاصي والذنوب يا رب العالمين. ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده لو السلسلة دي من القصص بتعجبكم. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.